صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والنهر إن شانئك هو الأبتر الله سمع الله سيبك من الصلاة، أهم حاجة غض البصر. مش المهم إن احنا نصلي أو تبقى الصلاة صحيحة أو تبقى الصلاة باطلة، أهم حاجة إن احنا نغض البصر. وطبعا ما شاء الله عدد كبير جدا من الرجال ومن الشباب خلف صفوف النساء، بالله عليك دول إزاي هيصلوا؟ إزاي هيركعوا؟ وإزاي هيسكتوا؟ طبعا حكم الصلاة معروف، لكن أنا عندي سؤال حابب أن أنا أسأله لكل الناس اللي كانت بتصلي، خصوصا للراجل المحترم اللي بيصلي في وسط صفوف النساء، على يمينه امرأة وعلى يساره امرأة وقدامه امرأة. حضرتك بعد 1445 سنة أنت وكل الشباب اللي وراك، كل صفوف الرجال اللي حواليك بعد 1445 سنة مش عارفين ازاي نصلي؟ مش عارفين ازاي تبقى فين صفوف النساء وفين صفوف الرجال؟ واقفين عدد كبير جدا من الرجال، النساء بتركع وتسجد قدامكم. طب الصلاة دي نسميها ايه؟ العنوان بتاع الفيديو هيبقى اسمه الصلاة في ايجيبت، لان ده طبعا مش موجود ابدا في اي مكان الا في مصر. ما سمعتوش ابدا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصفوف الرجال وبعدين الصبيان وبعدين النساء، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح للرجال بالانصراف من المساجد حتى تنصرف النساء. ازاي بقى نقف شباب ورجال وقدامنا النساء؟ مفيش واحد من المئات اللي واقفين دول عنده فهم؟ بلاش فقه، عنده فهم. مفيش واحد فيكم مرة من المرات جلس في مجلس علم علشان يتعلم ازاي يصلي او امتى تبقى الصلاة صحيحة وامتى الصلاة تبقى باطلة؟ بس ما اشترنا نقعد نقول المشايخ قاعدين في المساجد كل همهم يعلموا الناس ازاي يخشوا دورة المية، وازاي لما يجي يخش دورة المية يخش برجله اليمين ويقول ايه وهو خارج يقول ايه. قعدت آلاف السنين كل همكم إزاي الناس تصلي، وهل السلام بعد الصلاة بدعة، وهل مصافحة النساء مش عارف إيه، وكان كل همكم الكلام ده، وسبتوا الفكر وسبتوا التطور وسبتوا الحضارة وسبتوا التجديد. علشان كده العالم كله من حواليكم يا مسلمين تطور إلا أنتم. ليه؟ لأنكم مهتمين بفقه دورة المية. طيب انا عايز اسال بقى اللي بيتريق وبيقول ان احنا للاسف الشديد، وبالفعل احنا افرضنا الاف المؤلفات في الفقه بكل انواع فقه الصلاه والصيام والطهاره وغيرها. عاوز اسالك بقى سؤال اللي بتتريق على المشايخ اللي بيعلموا الناس لحد الان ازاي يصلوا. عاوز اسالك سؤال، ايه راي حضرتك في المشهد اللي انت شايفه دول اللي انت شايفه ده؟ ايه رأي حضرتك بعد 1445 سنة اسلام وسنة 2024، يعني في قمة التطور وفي قمة الحضارة؟ يعني لو حضرتك مش عاوز تسأل اي شيخ من المشايخ تقدر ان انت تسأل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. المشهد اللي تم تصويره ده الامام موقفه ايه لما يشوف ان عدد كبير جدا من المسلمين صلاتهم اصبحت باطلة بسبب المشهد اللي هو ما شافوش او اللي هو ما نبهش عليه قبل الصلاة؟ حكم الصلاة باطلة ولا تصح الصلاة خلف النساء بهذا المشهد الذي لا يليق. المشهد ده في صلاة عيد الاضحى المبارك من حوالي اسبوع بالظبط. انتم متخيلين
احنا وصلنا لفين. احنا محتاجين من جديد نبدأ نعلم الناس فقه الصلاة وازاي يصلوا وايه هي مبطلات الصلاة بعد 1400 سنة من الاسلام. نسأل الله العفو والعافية.